السلام عليكم. ما زال الغضب يلف الشارع العربي والإسلامي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب تطاوله على الإسلام بشكل واضح ومباشر ودعمه للرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وليست المرة الأولى التي يغضب فيها المسلمون من جهات غربية أساءت لمقدساتهم، ولكنها المرة الأولى التي تملأ فيها غضبة المسلمين هذا الطيف الواسع من سياسيين ومثقفين ومنظمات وشعوب، وأيضا ربما هي المرة الأولى التي يتسم فيها غضب الشعوب المسلمة بالثبات ممثلا في مقاطعة المنتجات الفرنسية على نطاق واسع في الدول العربية والإسلامية. فلماذا جاءت الاحتجاجات مختلفة الآن؟ وهل يمكن لمقاطعة السلع الفرنسية أن تروض باريس التي اتسمت مواقف حاكمها ماكرون من الإسلام منذ وصوله إلى السلطة؟ اتسمت بالحدة. مشاهدينا الكرام، هذه بعض أسئلة هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث العرب، أهلا بكم. Avec tous les instituteurs et professeurs de France, nous enseignerons l'histoire, ses gloires comme ses vicissitudes. تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون الهجومية والمستفزة للمسلمين حول العالم لم تكن عشوائية، فهي تحمل خططا استراتيجية يعمل لتطبيقها. فبعد أن غازل الناخبين المسلمين في انتخابات 2017 يكشف اليوم عن وجهه الحقيقي المعادي للإسلام بتأييده نشر الصور المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأن بلاده لن تتخلى عنها. ليست وحدها انتخابات 2022 ما يؤرق ماكرو، فالإخفاقات العسكرية والدبلوماسية في ليبيا واستعراض قوة فرنسا في شرق المتوسط وفي جنوب القوقاز، فضلاً عن إخفاقه في إدارة ملف وباء كورونا، أفقدت حاكم الإليزي برودة أعصابه مطلقاً تصريحاته غير المسؤولة. وهذا ما قد يكون دفع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدعوة ماكرون إلى إجراء اختبار بشأن قواه العقلية. حرب الكراهية ضد الإسلام التي يسعى ماكرون إلى إشعالها تسببت حتى الآن في مزيد من الاعتداءات العنصرية على المسلمين، لكنها في الوقت نفسه جعلت الشعوب المسلمة تستجمع قواها ولو في حرب اقتصادية تمثلت في مقاطعة كبيرة للمنتجات الفرنسية كان لها أثرها في استثمارات الشركات الفرنسية وسوق العمل وفي الناخبين أيضا. الأزمة التي تحدث عنها ماكرون أمام العالم في أن الإسلام يعيش في أزمة سرعان ما تحولت بعد المقاطعة للمنتجات الفرنسية إلى أزمة لدى فرنسا. قال عنها ماكرون نفسه: أوروبا تساندنا في أزمتنا، في إشارة إلى آثار المقاطعة. وكانت فرنسا قد دعت حكومات الدول الإسلامية إلى وقف دعوات مقاطعة سلعها، وقالت خارجيتها إن الدعوات إلى المقاطعة عبثية ويجب أن تتوقف فورا. ماكرون وضع فرنسا وأوروبا في مواجهة جديدة مع العالم الإسلامي بحسب صحيفة الغارديان، ويبدو أن سلاح المقاطعة الذي استخدمته الشعوب العربية والإسلامية يؤتي أكله بعد أن تخلت أغلب حكومات تلك الدول عن الدفاع ولو بالكلام عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن غضبة المسلمين ومقاطعتهم المنتجات الفرنسية وأثر ذلك على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضوع هذه الحلقة الذي أناقشه مع ضيفي الكريمين عبر سكايب من إسلام أباد الأستاذ البراء خالد هلال الصحفي المتخصص بالشؤون الباكستانية والأفغانية، وعبر الهاتف من سيدي بالعباس المدينة الجزائرية الأستاذ رضوان أحمد الناشط المهتم بالشأن الفرنسي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك رضوان، منذ وصوله إلى السلطة اتخذ ماكرون سلسلة تصريحات اتسمت بالحدة تجاه الإسلام، علما أنه بنى حملته الانتخابية على مناصرة الإسلام واعتباره دينا ليس مرفوضا في فرنسا وليس فيه إشكالية. الآن تغير الموقف، ما السبب برأيك؟ هل هي انتهازية سياسية متعلقة بالانتخابات أم أنه ينتمي إلى تيار شعوبي فرنسي يعادي الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بك وبضيوفك الكرام ومشاهدي الاعزاء لقناه رافدين. الجواب على هذا السؤال هو يحتمل شقين، اولا انه حقيقه ينوي تغيير سياسته هذا من اجل الرفع القليل من شعبيته لانها سرعان ما تدهورت،
واستغل الفرصة في شن الهجوم على الإسلام للفت انتباه الفرنسيين أو تغيير انتباههم عن فشله في السياسة. والشق الثاني هو أيضا كما قلت أستاذي أنه مهما كان فرنسي ومن الفرنسيين المتشددين أصلا، لكنه سرعان ما ظهر على حركته. نعم أستاذ رضوان، معك أستاذ. نعم، يعني هل يمكن القول ان إيمانويل ماكرون يعني غير مواقفه، يعني بنى حملته الانتخابية في المرحلة الأولى على الوقوف على مسافة واحدة من جميع مكونات المجتمع الفرنسي، وأخذ مواقف قيل عنها انها يعني حيادية مع الإسلام؟ ما الذي عدا ما بدا كما يقال؟ ما الذي غيره كل هذا التغير الحاد؟ هل يمكن ان يقول فقط من أجل كسب أصوات اليمين المتطرف الفرنسي من أجل حملته الانتخابية للرئاسة المقبلة؟ هل يستدعي كل هذا الموقف الحاد من الإسلام؟ وهل يستدعي أن يعادي نحو مليارين مسلم في العالم؟ يعني هل هذا مبرر سياسيا أم أن الرجل يصدر عن أجندة أخرى؟ بالتأكيد أستاذي كلامك صحيح، وبالدليل سنكشف للمشاهد الكريم بإذن الله أن كل هذه السياسات والتغيرات في الخطاب مع الإسلام أصلها أجندة سياسية. وماكرون ليس غريب عليه، والسياسة الفرنسية ليس غريب عليها هذا التحول الجذري، لأن سياسة فرنسا معروفة من القديم أنها تستخدم الإسلام على شقين. إذا كان لمصلحتها حاولت استعطاف المسلمين، أما إذا كان لغير مصلحتها فتحاول جاهدة الحرب عليه، وخاصة بالأدلة أنه وصل إلى الحكم في 2017، وهذا بأرقام كتبتها كل الصحف الفرنسية بما يعادل 72% تصويت بنعم من طرف الجالية المسلمة في فرنسا، وهذا بسبب دعوات شنها كل الإعلام الفرنسي بحشد أصوات المسلمين لصالح ماكرون ضد المترشحة الثانية اليمينية التابعة لحزب الجمهورية اليميني المتطرف. وسرعان ما تحول كلامه 180 درجة عن الإسلام بعدما انقضى مأربه من الجالية المسلمة التي كانت أصلا تعاني من اضطهاد الحكومة والرئيس الذي سبقه، وهو الرئيس هولوند بقيادة رئيس حكومته مانويل فالس، والذي حاول جاهدا استغلال هجمات شارلي إبدو بتاريخ 2015 لشن هجوم كبير على الجالية المسلمة في فرنسا وتضييق الخناق عليها. وصل به الأمر إلى سن قوانين رفض ارتداء المسلمات للحجاب في الأماكن العمومية. بعد ترشح ماكرون ظنت الجالية المسلمة أن ماكرون سيكون خلاص بالنسبة لهم من هذه الحكومة المتغطرسة، فأعطوه أصواتهم، لكنه سرعان ما انقلب عليهم لأجندته السياسية. طيب دعني أتحول إلى إسلام أباد. أستاذ البراء، يعني إسلام أباد كانت من الدول المتقدمة حقيقة، وربما صاحبة أول موقف رسمي من تصريحات ماكرون على مستوى الدول الإسلامية. استدعت السفير الفرنسي ووبخته لهذه المواقف، وليس ذلك فحسب، بل صدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا رسميا قالت فيه إن باريس تدير حملة ممنهجة لرهاب الإسلام من خلف ستار حرية التعبير. ما الذي يجعل إسلام أباد مقتنعة إلى هذا الحد من أن فرنسا تدير حملة ممنهجة ضد الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا تحية لكم وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. ثانيا بالنسبة لباكستان، هي باكستان جزء من الشرق الإسلامي، وباكستان تعتبر نفسها هي الدولة القوة النووية الوحيدة وحامية الشرق الإسلامي وحامية بيضة الإسلام والمسلمين. الشعب الباكستاني بشكل عام يختلف في شتى مذاهبه ومشاربه وأفكاره وطوائفه، لكن عندما تصبح قضية إهانة المقدسات فإنه يتحد ويقف وقفة رجل واحد. بالنسبة للحكومة، الحكومة تجد نفسها مضطرة، أو تجد هذه فرصة
لتعبر عن أو لتجمع حولها أصوات الناخبين وتجمع حولها الشعب بشتى طوائفه، فالذي يتفق مع الحكومة والذي يختلف عليها في موضوع الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن يعني لا يختلف أبدا، كلهم يقفون وقفة رجل واحد. بالنسبة للشعب الباكستاني، لو ناقشت الشارع هم يرون أن هذا الموضوع هو يعني سياسة ممنهجة، سياسة دولية. فرنسا هنا يعني ليست مسألة حرية تعبير تقوم بها شارلي إيبدو، أو يصرح يعني ماكرون بشخصه أن الإسلام في أزمة، ولكن يرون أن هناك منظومة كبيرة هي التي تدير هذه الأحداث، واختارت فرنسا لتنفيذ هذه الأجندة أو شخصية ماكرون باعتباره هو مؤيد لهذه الرؤية المتطرفة. ففرنسا خاصة أن عندها جالية إسلامية كبيرة وتخاف من تنامي السريع لهذه الجالية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فرنسا دائما في احتلالاتها السابقة للعالم الإسلامي تسعى بشكل كبير كانت للتغيير الجذري، للتغيير الديني والتغيير الفكري والثقافي، بعكس سياسة الاحتلالات البريطانية التي كانت تسعى إلى تغيير ثقافة الشعوب تغييرا ناعما. يعني فالشعب، الحكومة الباكستانية هي مضطرة لأن تتخذ مثل هذا الموقف، خاصة أن مسألة الإساءة للمقدسات وتجريم الإساءة للمقدسات وطرح هذا الموضوع على المجتمع الدولي كانت إحدى أجندة حكومة حزب الإنصاف أو أجندة عمران خان التي وصل بها إلى الحكم في عام 2018. وكثير من الناس الذين صوتوا لحزب الإنصاف صوتوا له على هذا الأساس، وهو تكلم في هذا الموضوع في الأمم المتحدة وفي مواطن مختلفة. هذه نقطة. والنقطة الثانية أن باكستان نوعا ما ليس لها علاقات قوية مع فرنسا. إذا نظرنا إلى فرنسا مثلا من ناحية اقتصادية بحتة أو أثر المقاطعة، فرنسا لها علاقات اقتصادية مع العالم الإسلامي بما يقارب 100 مليار دولار لو أخذنا الميزان التجاري كاملا بين الصادرات والواردات، فإنها يعني تصدر للعالم الإسلامي ما يقارب 45 مليار دولار وتستورد منه 58 مليار دولار، وتستورد منه خاصة المواد الخام والنفط والغاز وما إلى هنالك. فالميزان التجاري هو هنا خاسر لصالح المسلمين، يعني هو خاسر بالنسبة لفرنسا ورابح بالنسبة لصالح المسلمين. فما الذي يجعل فرنسا شجاعة إلى هذه الدرجة لتتحدى مليار ونصف مليار مسلم إذا لم تكن ضامنة أن هناك منظومة متكاملة وهناك حكومات وظيفية ستصمت ولن تبدي أي ردة فعل حيال ما تقوم به من هذه العملية؟ هي ليست مرة واحدة، يعني مرة يصدرون رسم كاريكاتوري، مرة تأتي على شكل تصريح رئيس، هي سياسة ممنهجة، كلما خمدت جددوها مجددا. طيب الشعب الباكستاني، نعم تفضل تفضل. يعني الآن يعني لترى حجم التعاطف مع هذه القضية. طيب أنا حتى لا نستبق الحديث، يعني كنت أظنك ستكمل في الجزئية ذاتها، سأعود إليك لأبحث هذا الموضوع، لكن لو أذنت لي أن أعود مرة أخرى إلى سيدي بلعباس في الجزائر. أستاذ رضوان، هناك 6 ملايين مسلم في فرنسا، ومع ذلك فليس ماكرون الرجل الأول الذي يستعمل هؤلاء المسلمين أو يستهين بهم ويستعمل المسلمين مطية للوصول إلى الحكم. قبل ذلك رئيس الوزراء مانويل فالس، وقبله هولاند، فرانسوا هولاند رئيس فرنسا، الذي دائما ما أخذ مواقف حادة من المسلمين كلما هبطت شعبيته لكي يكسب اليمين الفرنسي المتطرف. 6 ملايين مسلم، لماذا هم ضعفاء عاجزون عن إيجاد اعتبار سياسي لهم داخل فرنسا؟ طيب أستاذ جهاد، دعنا نطرح موضوع ونضع النقاط على الأحرف. كلامك صحيح، وخاصة بما يتعلق بسياسة الغرب كامل، ليس فرنسا فقط، الغرب كامل يستعمل الجالية المسلمة أو الإسلام كمطية لإنجاز مآرب سياسية. أعطيك مثال، أمريكا عندما أرادت طرد الروس من أفغانستان استعملت المسلمين، حشدتهم للجهاد ودعمتهم بالمال والسلاح،
وبعدها أحست أنهم سيقيمون دولة إسلامية انقلبت عليهم. فرنسا دعمت الخميني للانقلاب على شاه إيران، والآن أصبحت إيران عدو كبير للعالم كامل. ماكرون استعطت الجالية المسلمة حتى وصل أنه 72% من المسلمين فرنسا ينتخبوه. بايدن مؤخرا يستخدم خطاب ديني واستعمل حديث للرسول صلى الله عليه وسلم لاستعطاف الجالية المسلمة لأنها طهدت من طرف الرئيس السابق ترامب. وهذا يعطي صورة للمشاهد الكريم أن مهما كان أي سياسة في الغرب قائمة على استغلال الإسلام والمسلمين، يجب على مشاهدينا الكرام اليوم في هذه الحلقة أن يعلموا أنهم قوة، وقوة عظيمة جدا يستعملها الزعماء الغرب لقضاء حوائجهم. فإذا كان هذا الأمر فلا بد أن نستخدمه نحن أيضا لمصلحتنا، ونكون نحن أيضا نقطة ضغط أو مركز ثقل في هذه القوى المختلفة. طب يا أستاذ رضوان، معذرة عن المقاطعة، يعني أنت تتحدث عن عالم إسلامي 1.8 مليار يعني يستخدم قوته في مواجهة ما يقع عليه من اعتداء من الغرب كما قلت أنت على العالم الإسلامي، لكن نحن نتحدث الآن عن 6 ملايين مسلم في فرنسا، كتلة غير قادرة على أن توجد لها لوبيا قادرا على التأثير في السياسات الفرنسية، على الأقل بما يدرأ المساوئ للإساءة للمقدسات الإسلامية. أنت متابع دقيق للشأن الفرنسي، لماذا المسلمون هكذا في فرنسا؟ هذا هو أصلا سبب موضوع حلقتنا اليوم، أصلا اضطهاد الجالية المسلمة في فرنسا وعدم تمكينها من أن تصبح قوة سياسية في فرنسا، هو هذا ما نتكلم عنه الآن، تحويل خطاب ماكرون. لأن ماكرون أو أي رئيس سابق في فرنسا كان يحاول جاهدا عندما يشعر أن شعبية المسلمين أصبحت عارمة في فرنسا يحاول اضطهاده مباشرة، وهذا دليل قام جمعية الإسلاموفوبيا بنشر عدة تقريرات منذ 2015 تظهر فيها استغلال السياسة الفرنسية لهجمات الإرهابية على صحيفة شارلي إبدو دائما لإثارة غضب المواطن الفرنسي على الإسلام وعلى الجالية الإسلامية في فرنسا، وتضييق الخناق عليها من فك الجمعيات الإسلامية، من اقتحام أماكن العبادة، من اضطهاد المسلمات التي ترتدين الحجاب وتتمسكن به وغيرها من هذه الأمور. هذا ما يضعف دائما الجالية المسلمة في فرنسا التي لا تجد ملجأ آخر، خاصة أن الدول العربية كلها تتخلى عنها. أعطيك مثال، مؤخرا قرر ماكرون أنه سيستغني عن كل الأئمة التي تبعتها الجزائر وتركيا والمغرب، وسيعلم أئمة بتربية فرنسية ليقوموا بقيادة المساجد في فرنسا، وهذا يعطيك فكرة أنه يريد التحكم في الإسلام في فرنسا بأي شيء، ولا أحد من السلطات العربية تتدخل لمنعه عن هذا. طيب البراء في إسلام أباد، يعني شهدت باكستان تظاهرات احتجاجية ضد فرنسا على خلفية تصريحاتها، لكن السؤال هو ما حجم التفاعل الشعبي مع موضوع المقاطعة، وهل هناك تبني حكومي لهذه المقاطعة بغض النظر عن مستوى التمثيل التجاري أو العلاقات التجارية بين البلدين؟ بالنسبة للتفاعل الشعبي هو تفاعل عارم، يعني إذا كنا نحن في بلاد العربية نرى أن الإسلام هو عبارة عن عبادات ومعاملات، فإن الشرق بشكل عام يرى أن الإسلام هو تعاطف، هو عاطفة، هو روح، هذه العاطفة لا يساومون عليها أبدا. يعني في بلادنا قد تسمع أناس يتلفظون ألفاظ غير لائقة بحق الله سبحانه وتعالى، بحق الأنبياء، لكن في هذه البلاد لا يمكن أن تسمع ذلك أبدا. والأمر لم يبدأ من الآن، حتى من أيام الاحتلال الهندي لباكستان، أيام ما يسمونه غازي علم الدين شهيد. غازي علم الدين شهيد هذا كان شاب هندي سمع أن هناك مؤلف هندي اسمه راجبال أصدر كتابا اسمه رنجيلا رسول، تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الرسول المتلون، أو هكذا كان عنوان الكتاب. فهذا جاء من قريته البعيدة إلى لاهور وبحث عن المؤلف وقتله،
انتظره أمام مطبعته، ولما جاء دخل وضربه بسكين فقتله. والحكومة الهندية أصدرت حكم الإعدام بحق هذا الشاب، ولم تقدر الحساسية ثار كل المسلمين في الهند في ذلك الوقت. والحكومة البريطانية لم تستطع أن تدفن هذا الشاب في المقبرة بسبب الثورة العارمة، فدفنته في مقابر السجن. فظلت الثورة قائمة حتى وافقت الحكومة على إخراج جثة علم الدين الذي لقب بغازي الشهيد. ومنذ ذلك اليوم أي واحد يقتل في سبيل هذه القضية، في نعم. سبيل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه، يحمل هذا اللقب: الغازي الشهيد، المجاهد الشهيد. اللافت أن هذا المصطلح هو دخل في أدب اللغة الأردية، وللمعلومة أن محمد إقبال طلب أن يصلي عليه وقتها الفيلسوف الباكستاني العملاق والكبير، وهذه قصة معروفة، أشكرك عليها. وهو تفضل. دفنه، والذي كان محاميا له أثناء الدفاع عنه هو محمد علي جناح، مؤسس باكستان. نعم. ومن جنازته انطلقت فكرة إنشاء دولة باكستان. وبريطانيا في ذلك الوقت لما رأت هذه التظاهرة العارمة سنت قانون حماية نعم المقدسات. وفي عام لكن 1982 نعم نعم لكن سن لو ضياء عدنا الحق لو عدنا عدل لو أذنت القانون. لي يعني نعم لو عدنا إلى موضوع الحلقة الذي سنبحث تتمته بعد الفاصل، عن مدى أثر هذه المقاطعة على مواقف باريس، هو ما نبحثه بعد الفاصل إن شاء الله. أسعدكم الله، هذه عودة للحديث عن موقف العالم الإسلامي من تصريحات ومواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعادية للإسلام كما عدها كثير من حتى الساسة المسلمين. أستاذ رضوان، في سيدي بالعباس هناك عشرات الدول المسلمة، وهي لا شك لها علاقات تجارية واسعة مع فرنسا كما تحدثت قبل قليل. السؤال هو الآن، المقاطعة في صورتها الراهنة حاليا في الدول العربية والدول الإسلامية، إلى ما طبيعة الضرر الذي يمكن أن تحدثه في فرنسا؟ وهل الحديث عن الأضرار بسبب هذه المقاطعة في وقته أم ما زال باكرا؟ بالعكس أستاذي، أصلا هذا شرف لنا أن المقاطعة نجحت، ونجحت بالأدلة وسنستعرضها الآن. وهي أول مرة في العالم الإسلامي جميعا يتفق على فكرة لم تخطر على بال لا السياسيين الفرنسيين ولا حتى حكام العرب، لأن السياسيين الفرنسيين حاولوا جاهدين في زيارات مكوكية لحكام العرب لإقناعهم لمنع شعوبهم من استمرار هذه المقاطعة، لكن الغريب أنهم لم يخاطبوا الشخص الحقيقي وهو الشعب الإسلامي العظيم، 1.5 مليار. هم من قاطعوا فرنسا وليست الحكومات. بالتالي أبسط تاجر في أي بلاد عربية حتى لو أصر على استيراد منتجات من فرنسا فلن يستطيع بيعها، لأن الشعوب الإسلامية ليست مسيسة، وخاصة فيما يتعلق بدينها ومقدساتها. أما فيما يخص الأرقام والأدلة على أن المقاطعة ناجحة، فالأرقام والله العظيم مذهلة، ولازم كل مشاهدين قناة الرافدين وبرنامجكم الكريم لازم يسمعوا هالأرقام ويعرفوا أن المسلم قد تحدى كل الناس بسلاح بسيط وهو المقاطعة، وأجبر فرنسا على أنها تقول تصريحات وتتهرب رغم أنها تضررت كثيرا. أعطيك مثال، مثلا الموجة الأولى من جائحة كورونا قد بدأت في العالم كامل بداية شهر مارس 2020، تضرر منها الاقتصاد العالمي كامل وشلت الحركة سواء تنقل أو استيراد
أو تصدير ما غير ذلك. بالنسبة لفرنسا في ذلك الوقت ارتأت الحكومة الفرنسية أن تخصص مبلغ 45 مليار أورو لإنقاذ اقتصادها وإنقاذ الشركات من الإفلاس وإنقاذ الناس من فقدان مناصب شغلهم. 45 مليار يورو، رغم أن الموجة الأولى كانت هجمتها كبيرة على فرنسا على غرار الدول الأوروبية كاملة، وكانت الضحايا بالآلاف إن لم نقل قاربت من الملايين. بعدها انفرج الأمر قليلا منذ شهر سبتمبر، لكن الغريب وهذا لازم يعرفه الجمهور الكريم أن في 3 سبتمبر 2020 أصدر رئيس حكومة فرنسا قرار بتخصيص مبلغ إضافي. هذا المبلغ قال في تصريح له رسمي أن هذا المبلغ خيالي ولم تخصصه أي دولة أوروبية جوارية مثلهم. هذا المبلغ هو 100 مليار يورو. قالوا أن هذا المبلغ سيكون لإنقاذ الاقتصاد الفرنسي، وخصصوا منه 25 مليار لدعم الوظائف. وفيه صحيفة قالت أن هذا المبلغ هذا سيخلق 16,000 منصب شغل. إذا كان في 3 سبتمبر الحكومة الفرنسية تخصص 100 مليار يورو لدعم اقتصادها ودعم شركاتها، وهذا المبلغ سينشئ 16,000 منصب عمل، فكيف بالشركات الفرنسية في أكتوبر تعلن تسريحها لموظفيها، خاصة كبرى الشركات مثل دانون التي سرحت ما يعادل 2000 عامل وشركة توتال وغيرها. نترك للمشاهد الكريم وضع هذه الأرقام في المقارنة، وسيتضح له أنه السبب الوحيد لإضعاف هذه الشركات هو المقاطعة. طيب أستاذ البراء، يعني معلوم كما تذكرت أن باكستان ليست من الدول التي ترتبط بعلاقات اقتصادية واسعة مع فرنسا، لكن هل محدودية أو تواضع، إذا لنكن دقيقين أكثر، تواضع التبادل التجاري بين باكستان وفرنسا، هل يعني ذلك محدودية الدور الباكستاني في التأثير على سياسة فرنسا فيما يتعلق بالمواقف المعادية للإسلام التي يعني صارت واضحة؟ بالنسبة للتعامل الاقتصادي، لو بدأنا يعني ربما تكون باكستان من الدول القليلة التي اتخذت سياسات على مستوى الدولة في المقاطعة. يعني المقاطعة في العالم الإسلامي كانت شعبية، يعني كده وقد لاحظنا ذلك على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلام، لكن في باكستان كانت على مستوى الدولة بدءا من الحكومة كانت قد اختارت شركة إيرباص الفرنسية لتحديث أسطول طائرات الهليكوبتر في باكستان بصفقة قدرها $1.5 مليار تقريبا ل27 طائرة هليكوبتر. فأعلنت فورا يعني بعد تصريح الرئيس ماكرون، أعلنت إلغاء الصفقة في نفس اليوم الذي استدعت فيه السفير الفرنسي، ويعني هذه صفقة كانت كبيرة، رغم أن الواردات الفرنسية إلى باكستان يعني هي محدودة بالآليات العسكرية وبقطع الطائرات والجرارات ومن هذا القبيل. لكن يعني باكستان الأثر المعنوي الذي أحدثته المقاطعة الباكستانية لفرنسا كان كبيرا، وخاصة نحن شاهدنا في الأيام الأخيرة الدعوة التي أطلقتها حركة لبيك يا رسول الله، وهي حركة تأسست في عام 2017 لهذا الغرض، لغرض الدفاع عن المقدسات أو الدفاع عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلقت دعوة للاعتصام استمرت أسبوعا، وتجمع الناس ووصلوا إلى راولبندي، كان من المفترض أن يعتصم أمام السفارة الفرنسية، واتفق زعيم الحركة شاهد خادم حسين رضوي مع الحكومة على طرد السفير أيضا، لكن في اليوم الثاني توفي زعيم الحركة وانفض الاعتصام. لكن المطلب الجماهيري تحقق، وخاصة أن كل الحركات شاركت، الجماعة الإسلامية بضخامتها، جمعية علماء الإسلام، الجميع الأطياف الصوفية وغيرها، حتى أن وزيرة حقوق الإنسان شيرين مزاري وهي محسوبة على التيار الليبرالي المتحرر جدا
هاجمت فرنسا ووصفت سياستها تجاه المسلمين بسياسة نازية، مما استدعى رد من الخارجية الفرنسية على هذا البيان. يعني معنويا ورمزيا موقف باكستان كان له أثر، وموقف خاصة عموم المسلمين في شبه القارة الهندية بدءا من أفغانستان. يعني التظاهرات كانت شملت جميع الأطياف في بنغلاديش وكذلك هنا في باكستان. وطبعا تاريخ باكستان مع هذا الموضوع طويل. نحن ذكرنا قصة غازي علاء الدين شهيد، ولا ننسى ممتاز حسين قادري. يعني أكبر الجنازات التي خرجت في تاريخ باكستان حضرها أكثر من 5 ملايين نسمة كانت جنازة ممتاز قادري، وهو حارس أمن يعني اغتال حاكم البنجاب لأنه أراد أن يغير قانون التجديف. وقانون التجديف هو قانون في باكستان أقره ضياء الحق يحكم بإعدام كل من يتطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فأعدم ممتاز قادري بعد اغتيال حاكم البنجاب ب7 سنوات في عام 2017، وخلد في جنازته 5 ملايين نسمة. وكذلك في جنازة خالد الحسين رضوي قبل يومين خرج عدد كبير جدا، يعني قال بعض المراقبين أنه تجاوز 10 ملايين نسمة. الرجل لم يكن مشهورا قبل 2017، وإنما كان هذا التعاطف الجماهيري الكبير. يعني قطع الناس مسافات طويلة من كراتشي إلى لاهور 1500 كيلومتر ليحضر الجنازة، هو دفاعا عن القضية التي مات عليها شاهد حسين رضوي. فهذا طبعا يعني كان له صدى كبير وصدى جماهيري، وخاصة يعني بالنسبة للمواقف المقاطعة الاقتصادية يعني مؤثرة جدا. المقاطعة الشعبية حتى مهما كانت قليلة، نحن نتكلم عن 56 دولة إسلامية لو اتخذت مواقف مجتمعة، لو كل دولة أثرت في الاقتصاد الفرنسي قليلا بالمقاطعة فإن ذلك سيكون له أثر كبير. وخاصة أن المقاطعة الشعبية صحيح أنها لها أثر، لكن الواردات الفرنسية والصادرات الفرنسية معظمها هي تتم على مستوى الدول، لأنها آليات ثقيلة، لأنها طيارات، لأنها جرارات، لأنها بالنسبة للواردات الفرنسية هي نفط وغاز. يعني تخيل أن الدول المنتجة للغاز كالجزائر مثلا، أو الدول المنتجة للنفط في الشرق العربي السعودية والإمارات وغيرها، لو طبقوا نوعا من الحظر على مثلا، لو أخذوا الموضوع بشكل براغماتي بحت، لو بحثوا عن دول مشترية للغاز غير فرنسا، وخاصة أنهم يبيعون الغاز لفرنسا بأسعار مخفضة بحكم أنهم من الحلف الفرانكفوني، فلو بحثوا عن دول أخرى لتشتري جزء من الغاز الذي تشتريه فرنسا بتفكير مصلحي بحت، فإن ذلك سيؤثر بشكل كبير على الإنتاج الفرنسي، ربما يساعد بشل الاقتصاد الفرنسي. فإذا كانت الحكومات هذه لا تفكر بطريقة أو بعاطفة دينية، لتفكر بطريقة اقتصادية، ليقم المثقفون، ليقم عقلاء الأمم، علماء الدين. هذا الموضوع ربما يكون مرتبطا بما سنتحدث عنه بعد الفاصل، لكن أستاذ رضوان، أنت قلت إن هناك تأثير واضح على الاقتصاد الفرنسي أو على حجم التجارة الفرنسية، على المنتجات الفرنسية، على العمالة الفرنسية في الشركات الفرنسية، لكن يبدو حتى الآن أن في إطلالاته القليلة على الإعلام العربي ماكرون لم يلين موقفه حتى الآن. إذا ما وجد نفسه أمام طريقين، المضي قدما في سياسة معاداة الإسلام عبر التصريحات والمواقف والإجراءات الداخلية مع كسب اليمين المتطرف، أو طبعا مقابل الخسائر المترتبة على إطالة أمد المقاطعة، أو الطريق الآخر تليين مواقفه وتقليل الخسائر الاقتصادية مع العالم الإسلامي لكن خسارة اليمين المتطرف. العملية السياسية الدينامية أو الحركية السياسية الفرنسية، أي الخيارات تتيح له؟ أنا تحليلي المتواضع أستاذ جهاد أنه أصلا منذ بداية المقاطعة تحول خطاب ماكرون، وأظن أنه باستشارة من طرف مستشاريه أو متخصصين في الاقتصاد، بدأ بعمل مداخلات تلفزيونية مع قنوات عربية، وبدأ يرسل مندوبيه إلى الدول العربية، لأنه ربما أشير عليه أنه الوقت الغير المناسب، خاصة أن فرنسا متضررة أصلا من جائحة كورونا، فلا داعي لصب الزيت على النار من جديد. وفي الآونة الأخيرة هدأ الخطاب السياسي الكاره للإسلام على مستوى حكومة فرنسا، لأنها مشغولة حاليا
بخروج الفرنسيين لاحتجاجات كانوا قد توقفوا عنها منذ بداية 2020. وأنا أرى حسب اعتقادي أنه سيميل مجددا إلى خفض التصعيد فيما يخص هذا الخطاب، لأنه بالدلائل اقتصاده إلى حد الآن يتأثر، رغم أن المعلومة المؤكدة التي وصلتنا أمس أنه خرج في خطاب رسمي يعلن أنه فك الحجر عن فرنسا كاملة فيما يخص كورونا، وهذا يعني أن كورونا تقريبا لا يوجد حسب رئيس جمهورية فرنسا. ما دام فك الحجر معناها أن كورونا لا يوجد. رغم ذلك مؤشرات الاقتصادية تدل على أن الاقتصاد يتدهور. هذا يعطينا دليل قاطع أن المقاطعة ولو أنها في بدايتها إلا أنها أثرت وستجعله إما أن يردخ أو يحول خطابه إلى أمر آخر. طيب، في المقلب الآخر، إلى أي مدى يمكن لهذه المقاطعة أن توجد تقاربا بينيا ضمن دول العالم الإسلامي، ضمن العالم الإسلامي؟ هذا ما نبحثه في المحور الأخير بعد هذه الوقفة. أهلا بكم أستاذ البراء. في نقطة مهمة يجب أن نستكملها، وهي أنك تحدثت عن أن شعوب جنوب آسيا، باكستان منها، وشرق آسيا، كلها شعوب تقيم للعاطفة الإسلامية وزنا كبيرا. هذا يدفعني إلى السؤال، دولة مثل باكستان أكثر من 200 مليون إنسان فيها جلهم من المسلمين، حتى تكون مؤثرة، هل الأمر متعلق الآن في مواقف الباكستانيين بهبة عاطفية، أم أن الأمر يمكن أن يكون منظما بحيث أنه يعني يدوم التأثير؟ أخي الكريم، للأسف يعني نحن عندما نرى هذه المقاطعة نحن نفرح فرحا كبيرا، لكن بتحليلها نحن نستطيع أن نستنتج أنها مقاطعة فردية، يعني كل شخص يقوم بهذه المقاطعة بدافع ذاتي، بتضافر جهود التجار والأشخاص، يعني أفراد الشعب بمفردهم، لكن بصراحة ليس هناك تنسيق عام. نحن لاحظنا أن العالم الإسلامي الآن مستعد لأن يتحد حول هذه القضية، يعني أي واحد يتكلم في هذا الموضوع كلاما مؤثرا تجده يدور عبر العالم الإسلامي وترجم إلى كل اللغات، لكن ليست هناك جهود منسقة. نحن لا ننتظر من الجهات الرسمية أو من الجهات الدينية الرسمية التابعة للحكومات أن تقوم بمثل هذه الجهود، أو أن تقوم دول العالم الإسلامي تحمل السيف والصولجان وتدافع عن هذه القضية، لكن نحن ننتظر من العلماء المخلصين، من الهيئات الإسلامية التي نعلق عليها أملا كبيرا، كأن تقول الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اسم كبير جدا، لكن أين الواقع؟ يعني تجد أن الجهود، يعني جزاهم الله خيرا، لكن تجد أن التركيز هو على قضايا فرعية أو على اجتهادات أو على استنباطات. في هذه الحالة هذه هي الفرصة لهذه الهيئات والأجسام الكبيرة، الجماعات الكبيرة، الإخوان، جماعة التبليغ، أو كما ذكرت الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يجب أن يقودوا، أن تكون لهم أنشطة منسقة من أقصى العالم الإسلامي، من جاكرتا إلى داكار، يستطيعون، لأن الآن الأجواء مهيئة تماما. وفي باكستان حقيقة كل جماعة تقوم بمفردها، لا تجد طيب. هناك تنسيق بين هذه الجماعات، رغم أن أي أصغر جماعة في باكستان تتجاوز ملايين، نعم. لكن بشكل عام هي تنطلق بدافع فردي، ليست بدافع منسق، نعم. بشكل كبير. طبعا ذكرت أن الهيئات العلمائية يستطيعون، لكن السؤال هو عن إذا ما كانوا يريدون. هذا الأمر مرتبط بالإرادة ربما أكثر من الاستطاعة. الآن دعني أتحول إلى الجزائر أستاذ رضوان. في تفسير
هذه الظاهرة؟ يعني هناك غضبة واسعة في العالم الإسلامي، وهناك مستمر الأمر منذ أكثر من شهر، وحتى الآن الذي يتابع يرى أن المقاطعة تحتفظ بزخمها حتى الآن. هل من تفسير لهذه الغضبة وهذا الاستمرارية فيها وهذا الثبات هذه المرة بخلاف المرات السابقة؟ تفسيري هو أن ماكرون هذه المرة حط يده على جرح المسلمين، خاصة أنه تجرأ على شيء لم يتجرأ عليه أحد من قبله. والشيء المفرح والذي أختلف فيه مع ضيفك الكريم الأستاذ خالد هو أن تحول هذه الحركة إلى مواقف سياسية أو ما شابه ذلك، لأن الآن الأمر بيد الشعوب الإسلامية، وهي والله العظيم نجحت بتفوق كبير على سياستها في إرداخ فرنسا، لأن ماكرون لم يتجرأ على إجراء اللقاء مع الجزيرة ومع قنوات أمريكية، ولم يبعث رؤساءه لمواقف رؤسائنا وحكامنا، بل بعثها بمجرد أن الشعوب الإسلامية هي من تحركت. وأنا الآن بمنطلق أنني واحد من الشعوب الإسلامية أظن أن فيما يتعلق بالهجوم على الإسلام ونبينا الكريم لا أحد سيقنع المسلمين أن يتخاذلوا ولو للحظة. صحيح أن ممكن بعضهم لم يصله إلى حد الآن هذا الأمر بحكم أن أغلب المسلمين لا يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي أو ما شابه ذلك، لكن العدوى تنتقل بسرعة. دعنا نسميها عدوى، أن المسلمين كلهم إذا تعلق الأمر بنبيهم ودينهم لن يتخاذلوا دقيقة. والدليل على ذلك لو حولنا الأمر إلى مقاطعة ومواقف سياسية، فأوروبا صدقني أقوى من ذلك، حيث أن أصلا منذ أمس فقط قام برلمان فرنسا بإصدار قانون للاعتراف بإقليم قرباخ وأنه إقليم مستقل لإضعاف تركيا، والاتحاد الأوروبي صوت على فرض عقوبات على تركيا مثلا. على المستوى السياسي يقدروا أن يفعلوا أي شيء للضغط على الحكام، أما على المستوى الشعبي فلن يستطيعوا إجبار أي مسلم على أن يقتني ولو قطعة جبنة من متجر تجاري، وستبقى سلعهم مكدسة في المتاجر ولن يشتريها أحد. طيب البراء، وكالة الأناضول التركية الإخبارية قالت في تقرير مطول لها عنونته بأن العالم الإسلامي يتحد ضد فرنسا. في هذا السياق نحن شهدنا محاولات سابقة بين باكستان وتركيا لإنشاء محور إسلامي لتمثيل قضايا العالم الإسلامي، وفي هذا السياق أيضا باكستان وتركيا، يعني الرئيس التركي دعا بشكل واضح وصريح إلى مقاطعة البضائع الفرنسية، وباكستان أخذت خطوات متقدمة. هل تلحظ أن هناك فرصة حقيقية عملية لإعطاء هذا المحور زخم إضافي، مزيد من الزخم لإنشاء محور إسلامي يتبنى على الأقل القضايا الإسلامية في المرحلة المقبلة؟ صحيح، خاصة أن يعني ربما لعلك ذكرت تركيا، تركيا وباكستان الآن هما الدولتان شبه الوحيدتان التي يعني المقاطعة فيهما أو هذه القضية هي متمثلة على نطاق الشعب والحكومة. الحكومة تتبنى هذه المقاطعة والشعوب تتبنى هذه المقاطعة بشكل كامل وبشكل تشعر أنه صادق يعني من قبل جميع السياسيين في كلا الحكومتين وكلا البلدين، ويصدرون يعني النشاط الثقافي أيضا في هاتين دولتين والبروباغندا أو ما يبث على وسائل الإعلام تجاه فرنسا فعلا هو مقنع، وخاصة يعني ما تقوم به تركيا. أنا شاهدت حتى بعض المقاطع من مسلسل سلطان عبد الحميد الذي تطرق لهذا الموضوع. أنا لا أدري إذا كانت هذه حقائق تاريخية أن فرنسا هي مستمرة في هذه السلسلة أم أنه كان إسقاطا، لكن يبدو يعني توجه الحكومة بشكل حقيقي وصادق في تركيا وفي باكستان لتوعيد الشعوب وتوعيد الشعوب المحلية والشعوب العالم الإسلامي كلها بهذه المقاطعة تمثل فرصة ذهبية لكلا البلدين، وكان هناك أيضا معهم ماليزيا سابقا، ويعني حقيقة
هذا المحور لو تشكل سيجد دعما من كل الشعوب الإسلامية في كل البلاد الإسلامية، سواء كانت الحكومات الأخرى راضية أم لم ترضى، الشعوب الإسلامية بشكل عام لا يعني في هذا الموضوع تتحد وتقف صفا واحدا وراء أي جهة رسمية تستطيع أن تقودها، لأن الشعوب رغم أنها تقوم بهذه المقاطعة تشعر أنها عديمة الحيلة. يعني مثلا واحد يقول يعني ماذا فعلت؟ أنا تركت أكل جبنة كيري، لكن عندما تكون هناك قوة سياسية حقيقية، محور حقيقي كبير يقود هذه المقاطعة، فإنه يمثل فرصة ذهبية للعالم الإسلامي، وهذا هو وقته. يعني الغرب يستغل هذه الأزمات لكي يتقوى أكثر، لكي يدابع، فلماذا العالم الإسلامي أو الحكومات الإسلامية لا تستغل هذه الفرص، و يعني بما يخدم قضايا شعوبها ويخدم دينها وبما يقوي اقتصادها ويعزز فرص المضي قدما نحو يعني تحسين الواقع الذي صار في أسوأ أحواله. طيب في سيدي بالعباس، استاذ رضوان، انت جزائري، والجزائر احدى كبريات الدول العربيه، وهي لديها اقتصاد قوي، فيها غاز وفيها نفط، زد على ذلك انها تمتلك علاقات تجاريه كبيره وواسعه مع فرنسا. هل يمكن للجزائر الدوله ان تتخذ موقفا مثيلا بما فعلته باكستان وتركيا، خصوصا وان يعني الجزائر خارجه للتو من اشبه ما يكون بثوره أدت إلى تغيير بغض النظر عن مستوى وطبيعة هذا التغيير؟ هل يمكن للجزائر أن تلجأ إلى ما لجأت إليه باكستان وتركيا؟ هذا هو الغريب من الموقف الرسمي في الجزائر، وبصفتي جزائري أستطيع أن أتكلم على هذا الموضوع بأريحية، لأن إلى حد الساعة لم تتخذ الجزائر كحكومة أو كسلطة أي موقف ضد هذه التصريحات. بالعكس، أستاذ جهاد شغلت نفسها بتصريحات جانبية كان قد صرح بها ماكرون ضد الجزائر كدولة. هنا اهتم الإعلام والشأن السياسي الجزائري كثيرا بالموضوع، لكن عندما تجرأ على ديننا وعلى نبينا لم يتكلم أحد على المستوى السياسي، لكن على المستوى الشعبي، وبحكم أن الجزائر بأرقام رسمية هي ثالث دولة بعد تركيا والمغرب من الدول التي تبادلها التجاري كبير مع فرنسا، أستطيع أن أقول من موقعي هذا أن الجزائريين كلهم على قلب رجل واحد لمقاطعة هذه الدولة التي حاولت بشتى الطرق الإساءة إلى ديننا. وسأعطيك مفاجأة الآن، أول مرة ممكن يسمح المشاهد الكريم في برنامجكم، أنه تم غلق أكبر مصنع لصنع السيارات في الجزائر، وهو متواجد في منطقة وهران بغرب الجزائر منذ أسبوع. قالت السلطات الفرنسية أن هذا راجع لظروف اقتصادية، وقالت الجزائر أنه أيضا راجع لظروف اقتصادية. سرح الآلاف من العمال، كامل العمال بدون استثناء من المراكز الأعلى إلى العامل البسيط، لكن أنا أجزم وأتحدى أي أحد أن لا يكون هذا سبب المقاطعة. لكن العمال الآلاف الذين سرحهم في النهاية جزائريون، أليس كذلك؟ كلهم جزائريين. المصنع اسمه مصنع شركة، ممكن أقول اسم الشركة؟ لا بأس طبعا. الشركة هذه من ضمن الشركات التي يقاطعها المسلمون، هي شركة رينو. هذه الشركة وضعت مصنعا لها، والمصنع هذا في الجزائر هو الوحيد والكبير، ومدعوم بشكل كبير من طرف الدولة، ويتلقى ميزانية من الدولة الجزائرية. رغم هذا أغلق أبوابه منذ أسبوع وسرح جميع عامليه بدون استثناء. إذا كان موجود تفسير للدولة الجزائرية أو الفرنسية غير أنه راجع للمقاطعة فليخبرون. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ رضوان أحمد الناشط المهتم بالشأن الفرنسي، كنت معنا من مدينة سيدي بالعباس في الجزائر، أشكرك شكرا جزيلا. كما أشكر ضيفنا الكريم المكرم من إسلام أباد الأستاذ البراء خالد هلال، الصحفي المتخصص بالشؤون الباكستانية والأفغانية. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام، دمتم في حراسة الله.